تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. سيداتي سادتي إخوتي أخواتي، بين يدي نقل يعني زي ما بقول بالعربي الدارج ترجمة العالم الجديد لحركة أو بدعة شهود يهوى، هي ترجمة يعني نقل للعهد الجديد اليوناني، ولكن العهد الجديد أي النص اليوناني الأصلي، ولكن العهد الجديد كل البشر كل المسيحيين بسموه العهد الجديد، فئة شهود يهوى بتسميه الأصفار اليونانية المسيحية، الأصفار اليونانية المسيحية. أما العهد القديم فما بسموه عهد قديم، بسموه الأصفار المقدسة العبرية، الأصفار المقدسة العبرية، الأصفار المقدسة العبرية، يعني الأصفار العبرية مقدسة، بقول عنها مقدسة، the sacred sacred Hebrew scriptures. أما العهد الجديد ما بقولش عنه الأصفار اليونانية المسيحية المقدسة، المقدسة بس لمين؟ بس لليهودي أو العبري طبعا، ومن شابه أباه ما ظلم. الآن بتجنبوا عبارة العهد، يعني مش بتجنبوا، لا يقولون عبارة العهد القديم والعهد الجديد، لأن اليهود يرفضون أن يسموا العهد القديم قديما، أنه إذا سموا العهد القديم قديم معناه أنه بيعترفوا بالجديد، أو إذا قالوا هذا هو العهد الجديد معناته أنه التوراة صفت عهد قديم. على كل حال هذه التسمية اللي هي الأصفار اليونانية المسيحية مش موجودة لا في العهد الجديد ولا في العهد القديم، عفواً، بينما عبارة العهد القديم يعني عن كتب العهد القديم هاي موجودة في رسالة بطرس بولس عفواً الثانية إلى أهل كورنثوس فصل 3 آية 15، بدي أشوف كيف بترجموها هون، والواقع أو آية 14 عندها لكن قواهم العقلية بلدت، هيك بترجموها، فالبرقع نفسه باق حتى هذا اليوم مسدلا عند قراءة ذلك العهد الذي هو قديم، لأنه يبطل بواسطة المسيح، ذلك العهد الذي هو قديم عند قراءة ذلك العهد الذي هو قديم، مهما لفوا داره وديله وبديله سبع لفات بضل انه هاي الكتب هي عهد قديم. والواقع انه حتى اليوم حينما يقرأ موسى يعني العهد القديم وخصوصا كتب التوراة كتب الشريعة خمس كتب المنسوبة الى موسى، يكون برقع موضوعا على قلوبهم وموضوع كمان على قلوب شهود يهوى أنفسهم. على كل حال خليني هاي هون بين إيدي العهد الجديد، برضو عبارة العهد الجديد موجودة في إرميا 31:31، لا تعني الكتب بل تعني عن العهد يعني المعاهدة أو الميثاق. خلينا ناخد الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس، بدكم تطولوا بالكم علي عبر ما أجد النص، الفصل شو قلنا؟ الفصل الثالث بيقول ما يلي آية 14 إنه أعميت بصائرهم
لأنه حتى هذه حتى هذا اليوم توافتو كلمة επί τι αναγνώση της παλιάς διαθήκης. Τέλετ. Κλημάτ, يعني كلمتين. Της παλιάς διαθήκης. قراءة العهد القديم. القراءة للعهد القديم. بدي أفهم أنا ليش هون بلف وبدور وبقول عند قراءة ذلك العهد الذي هو قديم حتى يتجنب عبارة إيه؟ العهد القديم، لأنه هاي العبارة ما بتوفي مع اليهود. خلينا نشوف، بقول لك شهود يهوه. طيب كلمة يهوه خود، هاي كل العهد الجديد فيش ولا مرة كلمة يهوه، لأنه في اللغة اليونانية ما فيش اصلا حرف الهاء كحرف، فيش، بل اللي احنا اليوم نحط بداله اتش او ها هو في اللغة اليونانية عبارة عن ابوستروف، يعني حركة فقط في اول الكلمة، زي هيدور الماء، وطبعا اليونان ما بيلفظوهاش الاتش هاي، ولكن ها حرف الهاء وسط الكلمة وآخر الكلمة يهوه ما فيش في كل اللغة اليونانية. وشو يهوه باليوناني ما بسموهم يهوفاذس، بسموهم يهوفاذس بحرف الخاء. طيب ما فيش ولا مرة يهوه، في يه بس، في لفظة هللويا بس في سفر الرؤيا. خلينا نشوف شو بقولوا. تقول هالحركة اللي بثبت طبعا يهوديتها في نقلها ل طبعا العهد الجديد اللي بسموه الأسفار اليونانية المسيحية سنة هلا 1998 صفحة 59. تفضل. ومن كان له أذنان سامعتان فليسمع. بما أن الأسفار اليونانية المسيحية، يعني بالعربي العهد الجديد، إيكانيديا ثيكي باليونان، بما أن الأسفار اليونانية المسيحية كانت إضافة وتكملة موحى بها للأسفار العبرانية، فهذا الاختفاء المفاجئ، هو مش مفاجئ بالمرة، للاسم الإلهي يعني يهوه من النص اليوناني يبدو مخالفا للمنطق. طيب احنا هلأ مش قصتنا كلمة يهوه، ولكن إعلانهم في هاي الطبعة العربية وفي الطبعة الإنجليزية لسنة 1969 صفحة 11 إنه العهد الجديد، ما معناه يعني العهد الجديد هاي بين إيدي، هو إضافة وتكملة بالإنجليزي supplement and addition لإيش؟ للأسفار العبرانية. طيب أنو أهم حسب هذا الكلام؟ الأهم هو العهد القديم، بما أنه العهد الجديد هو مظبوط ملهم ولكنه إضافة تكملة يعني ملحق. أعتقد أنه هدول بعدين لما تقول لي شهود يهوه، هاي حكيناها في فيديو سابق، المسيح لم يطلب من تلاميذه انه يكونوا شهود يهوه، بل قال لهم ستكونون لي شهودا. بدي اقرا النص عليكم باليوناني، هاي بدي اكتبه هون حتى ما انسى في اللغات الثانيه. طبعا اعمال الرسل
أغلبك الأخ الكريم، شوف لي أعمال الرسل فصل 1 آية 7. هاي أعمال الرسل طبعا بالنص اليوناني الأصلي، البراكسيس أبوستولون. يسوع بيقول لرسله ستنالون قوة من العلا، الفصل الأول آية 6 وتابع، آية 7 بيقول ليس لكم أن تعرفوا الأوقات والأزمنة، أيوة، التي ولكن تنالون قوة روح القدس كي أسستي مو مارتيرس، كي أسستي مو مارتيرس، ستكونون شهودي أو لي شهودا في أورشليم وكل يهوذا، طبعا أورشليم منفصل عن يهوذا طول عمرها، والسامرة وإلى أقاصي الأرض. أغلبك تعطيني أشوف كيف مترجمينها تقريبا نفسها أيوة على اليمين، على إيدك اليمين ستنالون وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل يهوذا والآخر. تكونون لي شهودا معناها المسيحيين شهود المسيح. من شهود يهوى؟ حسب زي ما بقولهم أشعياء 43 10 و 12 اليهود، وبس اليهود، بأن بخيم زار وليس بينكم غريب. على فكرة في أحد أعداد برج المراقبة مكتوب مقال طويل عريض بيبدأ كيف تكونون شهودا، محطوط أعمال 1-8 شو حذفوه؟ مو تكونون لي شهودا، شهودي أنا. طيب الله في العهد القديم، يهوى في العهد القديم شو بقول للشعب اليهودي؟ أنتم شهودي يقول يهوى. في العهد الجديد يسوع شو بقول لتلاميذه؟ ستكونون شهودي. يسوع يستخدم كلمات العزة الإلهية، بس هذا موضوع آخر، وشكرا لإصغائكم.